السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب، إن شاء الله نبدأ المحاضرة الرابعة النظري لمادة الوقاية من الإشعاع. المحاضرة بعنوان أنواع مصادر الإشعاع. تقسم مصادر الإشعاع إلى نوعين رئيسيين اعتمادا على التشابه من حيث المصدر المولد لهذه الإشعاعات. المصدر الأول أو النوع الأول هو الإشعاعات الجسيمية، يطلق على هذا النوع مجازا في الإشعاع، فهو يتكون من دقائق متناهية في الصغر ذات شحنة كهربائية موجبة أو سالبة أو عديمة الشحنة أي متعادلة، وهذه الدقائق تتولد أثناء عملية التحلل النووي. ومن أهم هذه الدقائق الحزم الإلكترونية (Electronic Bundles)، وتشمل أولا دقائق بيتا السالبة، وهي الحزم الإلكترونية سالبة الشحنة، تنبعث من نواة ذرات نشطة إشعاعيا، تمتاز بقدرتها الكبيرة على تأيين الذرات بسبب شحنتها السالبة، أي بما أنه دقائق بيتا تكون سالبة الشحنة أي أنها حاملة لهذه الإشارة السالبة، فإنها تعمل على تأيين الذرات بسبب هذه الشحنة، لذلك فهي تستخدم في معالجة الأورام السرطانية القريبة والتي تصيب جدار الصدر والعقد اللمفاوية، إضافة إلى الأورام التي تصيب منطقة الرأس والعنق، وبذلك تكون الحزم الإلكترونية لها قدرة قليلة على الاختراق مقارنة مع الإشعاعات الكهرومغناطيسية الأخرى. يلاحظ أيضا في عملية التحلل النووي المصحوب بتحرر دقائق بيتا السالبة أن يبقى العدد الكلي ثابت بينما يزداد العدد الذري بمقدار واحد، وهي في الغالب تكون مرافقة للنظائر المشعة في التفاعلات النووية. يعني ناتجة أو تحرر هذه الدقائق بيتا السالبة عادة يكون مرافق للنظائر المشعة في التفاعلات النووية، حيث أن كتلتها تزيد كثيرا عن شحنتها. هاي من أهم مميزات أشعة عفوا مثل ما ذكرنا الحزم الإلكترونية اللي هي دقائق بيتا السالبة. أما دقائق بيتا الموجبة هي عبارة عن تعرف بأنها عبارة عن إلكترونات موجبة بوزيترونات، تتحرر هذه عندما يتحول البروتون داخل النواة إلى نيوترون وبوزيترون ونيوتريون نيوتريونيو. فنلاحظ هذا الشكل يوضح انبعاث جسيمات بيتا. عندنا النكليوس اللي هي النواة تؤدي إلى انبعاث نيوترونيو وأيضا بيتا بارتيكل الموجبة، وأيضا نواة يعني with one list، طبعا نواة ناتجة عن هذا العملية التحلل بعدد أقل من البروتونات وعدد أكثر من النيوترونات. هذا هو ملخص أشعة بيتا. لاحظوا nucleus with one less proton and one more neutron. هذا المخطط هو يوضح انبعاث جسيمات بيتا. يلاحظ أيضا في عملية التحلل النووي المصحوب بتحرر بيتا الموجبة يبقى العدد الكلي ثابت بينما العدد الذري يقل بمقدار واحد، وهي في الغالب تكون مرافقة للنظائر المشعة في المعجلات النووية طبعا، حيث أن شحنتها تزداد نتيجة للتشعيع بالدقائق المشحونة. تستخدم المواد الخفيفة كدروع واقية لجسيمة بيتا مثل الماء، بلاستيك والألمنيوم، وبصورة عامة فإن 1 سنتيمتر من الماء وخمسة مليمتر من الألمنيوم توفر حماية كافية من دقائق بيتا. أيضا نلاحظ أن هذا الشكل يوضح انبعاث بيتا. لاحظوا نواة غير مستقرة تحوي على بروتونات وتحوي على نيوترونات، النيوترونات باللون الأحمر والبروتونات باللون الأزرق. نلاحظ النواة الوليدة طبعا من نتيجة هي نواة غير مستقرة تتحول إلى نواة وليدة ومع انبعاثات بيتا الكترونات. فنلاحظ أن خواص أو ننتقل إلى فقرة أخرى اللي هي خواص أشعة بيتا. ما هي الخواص اللي تحملها هذه الأشعة؟ تنحرف أشعة بيتا في المجال المغناطيسي أكثر من ألفة بسبب الشحنة التي تحملها هذه الدقائق، تكون سريعة التفاعل مع الوسط الذي تمر فيه ولا تخترق الأوساط المادية لمسافات طويلة. كتل دقائق بيتا صغيرة لذا تقارب سرعتها سرعة الضوء. لدقائق بيتا طيف من الطاقة مستمر وليس منفصل كما في حال دقائق ألفا.
تحدث تأين لذرات الهواء أو الوسط الذي تمر فيه، إلا أن قابليتها على إحداث التأين أقل من دقائق ألفة. يصل مدى دقائق بيتا في الهواء في الظروف القياسية إلى حوالي 10 متر، هذا مدى دقائق بيتا. يعتمد مسار دقائق بيتا في المواد المختلفة على عدد الإلكترونات في ذرات الوسط الذي تمر فيه، حيث أن هذه الدقائق تتصادم مع الإلكترونات الخارجية لذرات الوسط، أي أنها تلتقي مع الإلكترونات الخارجية لذرات الوسط، هي اللي تحدد الإلكترونات الخارجية لذرات الوسط هي اللي تحدد مسار هذه الدقائق. عندنا رقم 8 أو 8، مصادرها الطبيعية قليلة مثل الشمس والمواد المشعة الطبيعية مثل الراديوم، ومعظم مصادرها مصادر صناعية مثل السترونتيوم 90 والفسفور المشع 32. تاسعا، تحدث تأين في الغازات، وقد تسبب تألقا في المواد وتأثيرا في الألواح الفوتوغرافية. عاشرا، إن قابلية أشعة بيتا على الاختراق في المواد أكبر من 1000 بـ100 مرة. تتراوح طاقة جسيمات بيتا بين أجزاء المليون إلكترون فولت وعدة ملايين. عندنا بالنسبة لدقائق ألفا الثقيلة heavy particles أو الدقائق الثقيلة أو ما تسمى بدقائق ألفا alpha particles. النوع الثاني هو الدقائق الثقيلة heavy particles أو ما تسمى بدقائق ألفا alpha particles. هي عبارة عن تعرف دقائق ألفا بأنها عبارة عن ذرات الهيليوم والتي تنبعث من نواة ذرات النشطة إشعاعيا عندما تكون نسبة النيوترون منخفضة وهي موجبة الشحنة، وعندما تنبعث من الذرة الأم يقل العدد الذري، عبارة مهمة، يقل العدد الذري للذرة الوليدة بمقدار وحدتين، أما العدد الكتلي فيقل بمقدار 4 وحدات، وكتلتها ثقيلة حيث تتكون من بروتونين وهي أكبر من كتلة الإلكترون بمقدار 7300 مرة. هذا الدايجرام أو هذا الرسم يوضح لنا انبعاث أشعة ألفا. نلاحظ أيضا نواة غير مستقرة وتحوي على بروتونات ونيترونات، النواة الوليدة زائد انبعاث دقائق ألفا. لاحظوا دقائق ألفا 2 بروتون و2 نيوترون. أشعة ألفا هي سيل من الدقائق تمتاز بقدرتها القليلة على النفاذ، هاي من أهم ميزاتها، نفاذيتها قليلة حيث أنها تمتص بسهولة. أما بالنسبة لسرعة الدقائق فتكون ثابتة ومميزة لكل نظير مشع، أيضا هذه العبارة مهمة، سرعة دقائق ألفا تكون ثابتة ومميزة لكل نظير مشع وتكون بحدود 1.6 × 10^7 متر لكل ثانية. إن استعمال دقائق ألفا في المعالجة كونها تسير في أنسجة بخط مستقيم وبطاقة عالية مما له الأثر الكبير في تقليص الجرعة الإشعاعية التي تحيط بالورم الخبيث المراد معالجته. نعم، بما أنها تسير بخطوط مستقيمة طاقة عالية فإنها تختصر الوقت اللازم لتسليط هذه الأشعة على الورم، لهذا يتم استخدامها بالعلاج الإشعاعي بأمان لمعالجة الأمراض الخبيثة. خواص دقائق ألف بصورة عامة، كونها مشحونة وثقيلة لا يمكنها اختراق المادة لمدى بعيد ويكفي لصدها ورقة رقيقة. تنحرف أشعة أو خواص أو تنحرف دقائق ألف قليلا عند مرورها في المجال المغناطيسي، تسبب تأين عالي جدا لذرات الوسط الذي تمر فيه بسبب كتلتها العالية، مما يسبب فقدان طاقتها بسرعة كبيرة وبالتالي قلت قابليتها على الاختراق. إذا تنطلق رابعا، تنطلق دقائق ألفا اعتياديا بسرعة عالية بحدود 1 إلى 10 من سرعة الضوء من نواة ذرات المشعة، تسبب تألق عند مرورها في المواد وتتفاعل مع الألواح الفوتوغرافية مسببة سدادها. طبعا هاي النقطة أيضا مهمة، تسبب تألق عند مرورها في المواد تتفاعل أيضا مع الألواح الفوتوغرافية مسببة سدادها بحيث تعطينا صور واضحة عند استخدامها في التصوير الإشعاعي. خطورتها على الإنسان بالنسبة للتعرض الخارجي قليلة جدا بسبب قلة اختراقها، إذا هي آمنة على الإنسان ولكن على غاية من الخطورة عند دخولها الجسم، لأنها تسبب تأين لجزيئات الخلايا الحية المحيطة بها. إن طيف الأشعة سابعا، إن طيف دقائق ألفا المنطلقة من نواة الذرات المولدة منفصل مما يدل على وجود مستويات منفصلة،
لهذه الجزيئات، كما أن طاقتها تختلف من نواة إلى أخرى. هاي بصورة عامة خواص دقائق ألفا. مدى دقائق ألفا، ما هو مدى دقائق ألفا؟ طبعا عندنا هنا خطأ إنجائي. مدى دقائق ألفا نقصد بها هي المسافة التي تقطعها دقيقة ألفا في المادة من بداية حركتها حتى توقفها في تلك المادة. وقد وجد بأن العلاقة بين مدى دقيقة ألفا في الهواء R، مدى دقيقة ألفا في الهواء يرمزه بR في الظروف القياسية، وطاقة هذه الدقائق هي E، حيث أن الطاقة تساوي أو طاقة مضروبة في المدى، الطاقة مضروبة في المدى طبعا مقاس بالسنتيمتر يساوي أعطانا قيمة اللي هي 0.56. يعني المدى هو مداها 0.56 في طاقتها ملي إلكترون فولت، وطبعا الطاقة راح تكون أقل من 4 ملي إلكترون فولت. هاي فقط معلومة تطلعون عليها. بالنسبة للنيوترونات عندنا أيضا فقرة أخرى، النيوترونات. وماذا نقصد بالنيوترونات؟ عبارة عن دقائق متعادلة الشحنة تكون وتكون مع البروتونات نواة الذرة. إذا النيوترون مع البروتون هو اللي يكون لي نواة الذرة، كتلتها تعادل كتلة البروتون. يعني النيوترونات كتلة النيوترونات تعادل كتلة البروتونات. يمكن أن تخترق الأجسام لمسافات كبيرة لكونها ذات طاقة عالية، ويمكن الحصول عليها عند انشطار ذرة اليورانيوم. الشكل يوضح عملية انشطار نواة اليورانيوم 235 عند قذفها بنيوترون. لاحظوا هذا النيوترون اللي تم قذف نواة اليورانيوم 235، الناتج نواة غير مستقرة يورانيوم 236، تكونت لنا أيضا أنوية غير مستقرة اللي هي الباريوم والكريبتون، زائدا طاقة عالية اللي هي طاقة النيوترونات أيضا. فإذا هذا الشكل يوضح عملية انشطار نواة اليورانيوم 235 عند قذفها بالنيوترون. أيضا شكل آخر نفس الوضعية يوضح لنا النيوترون نواة اليورانيوم غير مستقرة أو تحول إلى نواة غير مستقرة، ثم بعد ذلك إلى نواتين منفصلة من الكريبتون والباريوم مع عدد من النيوترونات زائدا طاقة. بما أن النيوترونات عديمة الشحنة فإنها لا تحدث تأيب بمرورها خلال الأنسجة، إذا أيضا عبارة مهمة. لماذا النيوترونات لا تحدث تأيب خلال مرورها بالأنسجة؟ لكونها عديمة الشحنة أي متعادلة، إلا أن تصادمها مع الذرات المكونة للأنسجة يسبب انبعاث نواة يمكن بدورها إنتاج أيونات. إذا عبارة جدا مهمة. بحد ذاتها النيوترونات تكون عديمة الشحنة متعادلة، لا تحدث تأيب بمرورها خلال الأنسجة، إلا أن تصادمها مع الذرات، النيوترون عندما يصادم مع الذرة يسبب انبعاث نواة يمكنها إنتاج أيونات. يعني نلاحظ هذا الدايجرام أو هذا الرسم، هذه النواة المتولدة ممكن أن تسبب تأيب نتيجة تفاعلها مع بعض العناصر. مضاد النيوترونيو هو رمز لجسيم كتلته متناهية بالصغر وغير مشحون، ويسمى ضديد النيوترونيو. ويحمل حوالي 2 إلى 5 من طاقة الانحلال، كما أن وجوده ضروري حسب قانون حفظ الطاقة والسخن الزاوي. هو عبارة عن مثل ما ذكرنا جسم كتلته متناهية بالصغر غير مشحون، هذا ضروري حسب قانون حفظ الطاقة والسخن الزاوي. طبعا هاي المعادلة البسيطة توضح هو مضاد النيوترونيوم هذا النيترون، وأيضا هذا هو المضاد النيوترونيوم وبروتون زائدا إلكترون. نلاحظ خصائص النيوترونات. تصدر عن نواة الذرات خلال عملية الانشطار مثل ما كان واضح بالرسم. فإنها نتيجة تصدر أو ناتجة عن نواة الذرات خلال عملية الانشطار. ثانيا عديمة الشحنة تخترق المواد بسهولة، خاصة المواد التي تستخدم للوقاية من أنواع أخرى من الإشعاع كالرصاص مثلا. إذا عديمة الشحنة تخترق المواد بسهولة، خاصة المواد التي تستخدم للوقاية من أنواع أخرى من الإشعاع مثل الرصاص. النيوترون
الحر جسيم غير مستقر. إذا حول النيوترون إلى بروتون وإلكترون ومضاد النيوترون، إذن النيوترون هو الحر، هو جسيم غير مستقر مثل ما ذكرنا بالمعادلة. هذا هو نيوترون، هو جسم غير مستقر يتحول إلى بروتون وإلكترون ومضاد النيوترون. نعم، نصف العمر، نصف العمر النيوترون طليق هو هذه الكمية دقيقة، وكتلته كذا كيلوغرام. هذا فقط للاطلاع. تشكل النيوترونات الجزء الرئيسي من الإشعاع الأول الصادر من التفجيرات النووية الحرارية، ويطلق وينطلق الجزء الأعظم 90% من النيوترونات تسمى النيوترونات الفورية خلال 10^14 ثانية، وباقي النيوترونات المتأخرة تصدر حوالي تصدر خلال تحلل أجزاء الانشطار. خامسا، إن الضرر الذي تحدثه النيوترونات يقدر بحوالي 10^4 مرات أكثر من الضرر الذي تحدثه كميات متماثلة أو مماثلة من أشعة جاما والأشعة السينية. إذن هي مضرة النيوترونات، وذلك لكونها لا تحدث تأيّن تلفا للخلايا عند مرورها فحسب، وإنما هذا السبب مهم، وذلك لكونها لا تحدث تأيّن وتلف للخلايا عند مرورها، وإنما تسبب تحول جزء من الكائن الحي إلى مصدر مشع، ظاهرة تنشيط النيوترون. مثل ما ذكرنا أنه تولد نواة ممكن أن تعمل على تأين، تنتج نواة، نعم تعمل على التأين. تحتوي نواة الذرة نفس العدد من البروتونات ولكنها تختلف في عدد النيوترونات. مثال الأكسجين آزوتوب هي النظائر، طبعا تحتوي على نفس العدد من البروتون لكن تختلف في عدد النيوترون. تحتوي الذرات العدد نفسه من النيوترونات ولكن تختلف البروتونات، مثل ايضا اليود، نلاحظ اليود المشع او الاكسجين. هون عندنا اكسجين 17 واكسجين 18، عندنا احنا اساسا الاكسجين هو 16. هاي هي كل نظائر الاكسجين، وكذلك عندنا اليود 132 و131، ايضا هاي الازوتوبس ازوتونز. انتبهوا طلاب، هذه رقم 7 الفقرة السابعة، تحتوي نواة الذرة نفس العدد من البروتونات لكنها تختلف في النيوترونات، مثال الأكسجين. أما تحتوي الذرات العدد نفسه من النيوترونات ولكن تختلف في عدد البروتونات، لاحظوا الاختلاف، الـ8 ثابت في الأكسجين والاختلاف في الـ18 والـ17، لكن بحالة الذرات اليود الـ53 مختلف عن الـ54 و131 أيضا مختلف عن الـ132. الحالة الأولى يسمى الأزوتوبس النظائر اللي درسناها، نظائر المشعة. أما الحالة الثانية عندما الذرة تحتوي على العدد نفسه من النيوترونات ولكن تختلف في عدد البروتونات تسمى أزوتونس، يعني اختلاف في العدد الذري والكتلي. تحتوي النوويات لذرات العدد نفسه من البروتونات والنيوترونات ولكنها تختلف في طاقتها، مثل هذا اليود 131 ب131 و53 ب53 يسمى ايزومرز، الايزومرات. الاولى النظائر، الثانيه الازوتونز، الثالثه الايزومرات. الى هنا طلاب تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.